الصيام بدون عمل. يعني كيف صيام بدون عمل يا بحر العلوم؟ اللهم إني صائم. الصوم لدى البوذيين. وقبل ما أتكلم عن الصيام عند البوذيين، حاب أعطيكم نبذة بسيطة عن البوذية. هي ديانة نشأت في الهند، وكانت إحدى طوائف الهندوسية، لكن الفيلسوف غوتاما بوذا المولود في نيبال انشق عن الهندوسية وحولها إلى ديانة فلسفية روحية لا تؤمن بوجود الإله. ورغم إن هذه الديانة نشأت في الهند، إلا أنها متمركزة في شرق آسيا، يعني تايلاند، الصين، اليابان، كوريا، فيتنام إلى آخر، وعدد معتنقيها اليوم يصل إلى 500 مليار إنسان. وتعتبر الديانة الرابعة في العالم من حيث عدد أتباعها بعد المسيحية والإسلام والهندوسية. طيب أخبار الصيام يا بحر العلوم؟ برضو بحر العلوم؟ شرعت البوذية 4 أيام صيام من كل شهر قمري، وتسمى هذه الأيام اليوبوزاتا. يقتضي الصيام في هذه الأيام التوقف عن أي شكل من الأعمال، والتفرغ إلى التأمل وتفريغ الطاقات السلبية، والابتعاد عن أي عمل من أعمال الدنيا، سواء للمتعة أو لكسب الرزق. طيب كيف يأكل ويشربوا وهم متوقفين عن العمل؟ سؤال جميل يا كونان، حجاوبك الآن. أصحاب الديانة البوذية يعدوا طعامهم قبل صيام 4 أيام. بس يا أخي الأكل كذا بيصير بايت، كيف يأكلوا أكل بايت؟ بس ده اللي شاغلك يا أخي، قول الحمد لله على نعمة الإسلام حفظناها. شاطر. وإنتوا إيش رأيكم في هذا الصيام؟ وخصوصا الناس اللي يحبوا يتسدحوا، ادونا رأيكم في التعليقات. وفي أمان الله.